تونس. راف ماج البرنامج الصباحي رقم واحد في تونس. 48 دقيقة الأخبار مكملة مع سندريلا. مازلنا نسمع في البوكس نيوز. نمشي البرنامج جودي تو وتحديدا بيا الزردي مرة أخرى اللي أثارت موجة من الجدل والناس قاعدة تتعلق على الكلام اللي قالته بعد ما جاوبت خولة سليماني اللي كانت حاضرة في برنامج عبد اللي شو تايم. وقالت خولة أنه بيا الزردي خدمت في برنامج قلب الذيب بلاش فلوس وقالت لي هي كيف أمها والكلام هذا ما عجبش ظهر لي بيا الزردي. خلنا نسمع. بتبيع الكلام هذاك بحذافيره ملي بدات تتكلم لين كملت الكل غلط. حكايه مفبركه. خوله علاش يا خوله انا شنو اللي عملت معك خايب من النهار اللي جيت انفيتي في البلاتو هذايا وقلت لي بايا عاوني نحب نرجع معاكم راني كي نجي للبلاتو هذايا راني قلبي يوجعني ونحب نرجع معاكم وبكيت يا خوله وانا كلمت شكون مسؤول على الانتاج في الحصه في حصه اللي بعده وطلبت منه قلت له عاونها وقال لي متاكده يا بايا تحب خاولة سليماني معانا في البلاتو. قلت له أكثر من اللي متأكدة. طلبتني من غدوة شنو عملت قلت لها أنا كلمت لك يا خاولة وإن شاء الله لبس ومت وهذاك اللي صار. حتى كلمة شكرا ما سمعتش منها. اي دوبوي قال ما ديكلاري لا غير اي دوبوي شفت وجه آخر ما نعرفوش كأنه ما صار حتى شيء. غلطت معايا المرة الأولى وحقي ضاع وقلنا مثالش الله غالب ناس تنكر الجميل عادي يا بيا تبارك الله شفت منهم ألاف وألاف اليوم تعاود يا خولة تكذب عليا يا خولة. معني التعليق كانت هكا والله أول مرة نحس بيا الزردي صادقة وظاهرة كحدها من كلام خولة سليماني. فما اللي قال الغريبة اللي يكونوا يأكلوا مع بعضهم الماء والملح يكونوا يخدموا مع بعضهم ومن بعد في لحظة يتقلبوا على بعضهم. اللي قال بربي يكونوا مثال للناس راكم موجودين في الإعلام في التلفزة يتفرجوا عليكم الكبير والصغير يزيوا من تكبير القلوب ويزيوا من الكلام ويزيوا من هذا قال وهذه قالت. واللي كتب والله هالمسلسل اللي حب يو توفى يا اخي مش جابت لك بوكيه نتاع نوار وفات الحكايه ما هو خليوها هكاك بحلاوتها توفى. تعليق اخر يقول يا اخي مش تسامحتوا والله ما فهمتش واللي لام على امين قاره وقالوا يزي يا امين من تكبير النفوس التجاهل راهو قوه عظيمه كان جاهلتها يكون خير. وبطبيعه مادام محظينا رفيق انت كنت تخدم في البرنامج امور جديه انا نتصور دخلت على امور جديه مش اللي بعده هل صار انت شاهد عيان ولازمك تكون شاهد ماك تعرف لازم يقول الحقيقه مش ديما قدم ربي راهو الشاهد عنده ليه قدم ربي الشاهد عنده راهو يا ربي هاكا باش يسالوا على خوله سليمان والله بيان سيغ معناها بيان سيغ انت كنت موجود هي قالت دخلت خاطر خايب برشا هذا يدخل برنامج قاعده ولا لا بجد يعني لا خاطر هذا مستعبل كبير شبيك بجد هكا توا ربي نهار الاخر باش يخلي الحرب العالميه الثانيه تسالني عليها على الحرب العالميه الثانيه حروب الصليبيه حروب الهكسوس حروب كذا رفيقي اخي بربي بيا لا شهيده شهيده حق يا برهين وتعرف قيمه الشهيده وانا واحده من الناس لو خوله سليماني بالحق دخلت لها بيا الزردي وكانت قاصته وكانت كيما تحكي هكا بيا الزردي يولي عيب كبير دونك ماذا بينا نعرفوا بيا كلموا سونيا انا سونيا زاده موجوده سونيا المسؤوله كان جاو كبارات الحوار التونسي دخلوا من الاول وما كبرش المشاكل وقعدوا حتى من بعد 3-4 سنين على غرار ما يصير في التاسعه على بيان سور انا من نهار الاول انا خارج وشجعوا الحمد لله الحمد لله يا ربي لا تتهرب من الاجابه استاذ رفيق شو السؤال علاش يتعاركوا صعب ربي نحب نقترح انا بعد لكم سديد النظر لطفي محمد علي النهدي وبيا وخوله نزبيو ما عادش نحكيو على عركاتهم خاطر مش شوفي اسمع تحط فيا في فاسه فاسه لا لا والله اقتراح والله انت حره كنت قلت لي خاطر مش شوفي لا انت تواجدني قلت لي عندي بيا لطفي محمد علي النهدي وبيا ولا ما نعرفش مع الشرافه ما بلوس معناها العركيت هما بيدهم محمد علي ما حبش يعيا لطفي كيف كيف بيا وخونا كيف محمد كيف محمد علي وين سامحوا لطفي هبط له البارح هبط له فيديو جديد مونتاج هيل وغيره كذا شو السؤال مدام؟ كنت شاهد عيان وكنت في برنامج امور جديه كنت المعد وتعرف قرار عوده خوله للحوار خذاه سامي الفهري والاقتراح السامي الفهري جاء من بسام وكريم ولكن شهاده للدين بيا كلمتني وقالت لي خوله معناها تنفع البرنامج وخليها ترجع وكذا قالت لي هذا الكلام انت هو المعني بيا نتصور اذا كان عملتها مره اخرى في اللي بعده ما نعرفش انا في امور جديه كلمتني بيا ماهش بالتليفون انا في البير وقتها وقالت لي خلي خوله ترجع وغيره وكذا ولكن القرار كان ديجا وقتها اتخذ من سامي الفهري اذا باش ياخذ كل واحد حقه بعد امور ربي
للجميع. اما للامانه مثلا بيا ظهرت لي مظلومه مع رابعه السيفي، رابعه جبدتها جراتويتمون هكاك ما فهمتش علاش، قالت الكلام اللي قالته في بيا نستناو دو مسلسل جديد بيا ورابعه السيفي في قادم الايام. هاي نمشيو للخبر الموالي سندريلا، هاني جاوبتك. يعطيك الصحه، اذا على خاطر كذا افون قول ستار تايم مطلب شعبي من عند الناس يحبوك في ستار تايم، قلت لكم ونعاود نقول لكم راهو رفيق ما يجي يشد عليه دوسييت يخاف من المواجهه. عمري ما نكرتو هذا، معناها نكرتو. ما نمشيو الخبر دار برشا على الفيسبوك، يقول انه شاب في منتصف العقد الثالث من عمره من سكان مدينه بن قردان، اثر له نهار الاربعاء اللي هو نهار سعده، القى ساشي بلاستيك ملوحه في الهكر في الماده وبحذاها بوبيل، مشى هز البوبيل هذيك اذا بي يلقى في وسطها قداش يا سونيا 15000 دينار. اش عمل؟ يقول قايل بالمخ التونسي، يقول لك سي بون خذي 15000 دينار نهار سعده يروح للدار وهو فرحا مسرورا. ملا تشويق ومن بعد تصير مفاجاه ما خدمش. يمشي لمركز الحرس الوطني ويعلم الاوان ويرجع الفلوس. حسنا يعطي الصحة برشا تفاعلوا وكتبوا هذه هي الفلوس ولات تطيش في البوبيل. تعليق اخر، التوانسه الكل ترى باش تولي تبربش في شكاير البوبيل توا، واللي قال اخي مازالوا فما فلوس تلقاها في الشارع، تينا 100 فرنك ما نلقاهاش، واللي قال واحد يجيه الرزق يهزوا ويرجعوا للحاكم. ونوفى بالتعليق هذايا زعما اش مستهلك يا وليد عمي. ونوفى بتعليق اخر اللي نبر على التوانسه اللي لاموا عليه وقالوا والله العظيم شيء بهت، وليش العبد الامين في بلادنا يولي يوصفوه بالبوهالي. أو العباد جاو فيك برهان، قال لك مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره يا سي برهان، كل كلمه كل حرف يتقيد في كتابك، من يعمل مثقال ذره خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذره شرا يراه. هذا واحد من التعليق اللي جاتك في علاقه بالديتاي. شنو كله تأويل؟ كله تأويل شنو هذاك كلام فيه تأويل؟ ما هي الكبيره وما هي الصغيره؟ كل حاجه الكبيره هي اختراع البليسيلين، والصغيره هتلر شعمل في الحرب الثانيه. لا اكيد مش العركه بين بيا و هتلر واللي عمله في الحرب العالميه الثانيه، يظهر صغيره مقارنه بتاريخ البشريه. التأويل كله كلام تأويل مش صحيح برهان بسيس، معناه اي حاجه في حياتك بيك حاب تدخل في زنقه اليوم. ليه انت خاطر اعطيتك لا مش ورد فيك، اعطيتك كل التفاصيل. دونك يقول لك اي حاجه تقولها قضايا خلافيه، قضايا خلافيه كل علاقه مع راي عركه خوله وبيا حاجه مهمه. هو يحب يرد مش مهمه، هما انا نعرف تقصد اما هما فهموا انك انت تستهزا زعما يا اخي كل شيء باش يسال عليها ربي. هذا هو المعنى يا اخي. الناس جاوبوك قال لك اي كل شيء كل جمله كل فعل كل حاجه عملتها في حياتك ربي باش يسالك عليها. يعني هذوما هم نواب الله يعرفوش باش يسال يوم القيامه، لا احد يعرف ذلك. واضح. سيسألك عن حسناتك ويسألك عن سيئاتك شنية، الله أعلم. فأنا جدول في الجدول الخاص باليومي، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول كل كلمة تقولها باش تحاسب عليها. باهي جبت عرض عبد، جبت عرض إنسان، قلت كلمة باهي، عملت نميمة، كله باش تحاسب عليه. ولي كل قناعاته، أنا باش نقنعه بالإسلام اليوم. والله هو حر ولا حر؟ هو حر. أنا باش نقنعه بالإسلام اليوم. اسمعني بربي، لقاء مع مراد الغي خطر أربع أيام قاضي فيه أنا. سامحوني حلقة مع مراد يا صديق، ما زلت ماشي في ذكوية. ارجع لل 15 مليون. نرجع لل 15 مليون. 15 مليون لقاهم الراجل في ساك ملوحين بحذا الموبيل وهزهم للمركز. بو يعطيه الصحة للأمانة، معناها على الأمانة نتاعو تعملها ناصر. لا عملها واكثر من هكا بالحق. لا كل شيء تلعب فيه، فما حاجات ما تلعبش فيها. انه اليوم رزق الناس ترجعوا للناس، يعلم بيه ربي اللي عنده 15 مليون شوف مسلفها، عنده قرض، عنده مشكله، عنده انسان مريض اليوم بتاخذها ما تنجم تعمل بهم حاجه. ولا انا سؤالي مولا الفلوس اللي هو اكيد خطا ساشي تلوحت في البوبيل، كيفاش باش يثبت ملكيته؟ كيفاش باش يثبت اللي الفلوس نتاعو؟ لارجون با دودور. يسال هو على المونطون، يقول انا راه ضاعوا لي 15 مليون. تونس كامله في بلا بيه. هو مش لازم يريكلام. زياد قدام المركز. انا من 15 مليون نتاعي وي. نجم مثلا فما دي جروب كيما لوست اند فاوند هابط تقول ولا لقيت ساشي بوبيل. هذا تم الاعلان سيدي. هنا تم الاعلان سيدي. ايوا كارو هكا يعمل باش اوموا الفلوس يجي. زاد 15 مليون في ساشي على الاقل باش يكون بالتاريخ هذاك.
هذيك قبلها بساعات ولا بنهار ولا بنهارين صار تري عبد عطا فلوس عمل وحطها في ساشي بوبيل. ناكد لك اللي محطوطين في الفلوس اللي تحط في ساشي بوبيل وراهم عامله مش باهيه. هما بصفه عامه الفلوس الكل تتحط كان في الساشي الكحله. انتوكا تحيه ليه السيد على الامانه نتاعو. كي ما يلقاوش موليهم مش يعملوا بهم قانونيا وياخذ بالحق 10% ولا لا؟ شنو ياخذ 10%؟ هو ذاك اللي بلغ عليهم. ماهوش ليه مش كنز هذا خرجوا من الفلوس. كنز فلوس ما نعرفش تمشي كلها. اذا كان موليهم يحب يعطيهم. لا في بالي كان يمشيوا للدوله وما لقاهمش ياخذوا 10%. الكنوز وقت اللي تلقاهم في تجبدهم من تحت القاع يتقسموا على في النظام مول السابق نكبوا على الكنوز برهان والدوله بالحق طبعا برهان بالتراك نشدوا المعارضين نذبحوهم ياخذوا لهم الكنوز فيها صوره باش خاطر ماك تعرف الدم نتاعهم هو اللي هزنا للكنز وكذا فما تكنيك على سمعه نهار الاربعاء هو هذا شي يحبوا نرجعوا للسندريلا يفلكس على الكنوز يقتل في الكذا يعمل في الدنيا ما تيتو شربوه نرجعوا نرجعوا للسندريلا نحكي لكم على دونالد ترامب اللي تغشش برشا دونالد ترامب باش يقوم الدنيا وما عادش يقعدها على خاطر ابارامون جو بايدن هو اللي باش يربح الانتخابات. البارح حبت تويت على موقع تويتر وقال ما عادش تحسبوا لي فوت على خاطر زيد يا اخي تويتر شو عمل؟ مشى فسخ التويت نتاعو شيء اللي هو قاله اكد انه فما حمله ضده فما ناس قاعده كيما نقولوا تتوجه في الفوت لجو بايدن. ما نعرفش اليوم انا نحب نسال رايكم انتوما لي راف ماجر لو جيتوا في بلاصه دونالد ترامب ايش قلت انت في اول الحصه ناصر تلعبوا ولا يحرم ولا تقبلوا بنديش الانتخابات خاصه انه امريكا معروفه معناها بالديمقراطيه والحريه والنزاهه معناها تتصور انت واحد باش يجاوبك يقول لك لا نلعب ولا نحرم ونبطل الانتخابات عماذا يبحث ترامب برهان يبحث عن انه يخوض حظوظه الى اخر لحظه ما يسلمش الراجل هذا حتى اصدقائه ومستشارينه والناس اللي كذا يقول لك هذا راهو بقر قريل اخر لحظه باش يقعد يحارب 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 لكن انا استبعد راهو راهي حتى استاذ عليه قريبت له قاعده تسلم ماهيش كينيا معناها ماهيش كينيا راهو بعد باش يختلفوا على النتائج ويهبطوا من غاديك بالعصي وبالفيساء فيحصل شويه كذا اما في الاخر راهي امريكا دوله مؤسسات ولو انه صارت شويه مواجهه دوله مؤسسات وفي الانتخابات السابقه اللي طلع بهم دونالد ترامب زادا كانت فما شكوك حول النتائج وقبلوا بهم الناس الكل هو هبط قال انا باش نخرج من البلاد راه كان باش نخسر والله هبط البارح يرجع فيهم صارت اي وصارت عركه نتاع كوم سامباتيك البارح باللونجلي الناس تنجم نحكي تفهمني قال له درا شنيا مانيش باش نكون لهنا دونك استعمل فيرب ما نعرفش دونك استعمل فيرب بي يا اخي قالوا بيدين معناها اوكي برا اخرج اوكي معناها برا اخرج بيدين مع ذين معناها حسوا وجود مو امريكا نفهموا بعضنا الراب تو ولدي كملت ثمار بالتونسي والله لا ثمار انا ماستير الاول في الكوم دونك نفهم امريكا كل حاجه تسمعها في التاسع خليها غادي واقعد ديما ماشي بال مراد ضرنا والله مراد ضرنا كون بوليتيك ضرنا اجتماعات مراد نعرف يعني برشا اجتماعات يطلب برشا اجتماعات دونك ما تغمقش برشا صديقنا رامي حاجه واحده جلبت انتباهي البارح في الحديث بتاتر سونيا قانونا على القانون النظام السياسي الامريكي انه بايدن ترامب في حديثه مع الدائره نتاعو قال لهم حتى خسرنا نستعد لانتخابات 2024. نحب نسال اخر رئيس في الولايات المتحده الامريكيه الرئيس اللي عدى مندا واحده وطاح ينجم يترشح مره اخرى ولا يبدو لي انه ينجم يترشح الحقيقه ما عنديش فكره ناي. اما يبدو لي انه ينجم يترشح ناي. هو ممنوع يترشح اكثر من دو موندا دو موندا دو سويت معناها متتاليين اما ربما ينجم وهو خبر معناها جدي في القنوات الواحده ما نعرفش ولكن استبعد باش حزب يعاود يحط ما يعاودوش هما بطبيعتهم ما يعاودوش الشخصيه بعد اللي خسرت في الانتخابات القانون انا حبيت نعرف قانونا ينجم يعاود ولا ما عنديش فكره ما يقول لي ما للامانه خاطر هما يقولوا دو موندا فيما يخص الساك نتاع الواحد القوم له وتسلم 15,000 دينار في اللحظه ذي شالي كبر قلبه يعطيك 10% للامانه خذاها خلص مبروك وتوا تعدى يبحث في كثير خبر اخر السوقو بكل اسف وفاه الفتاه اللي القت بروحها من اللواش في تتاوين ذكروها الحادثة وفاه الفتاه شال ربي يرحمها وينعمها ويصبر اهلا ذكروا الحادثه كل تفاجات وقت اللي هو اللواج مشى في ثنيه اخرى خاطر فما ترافو ذيو الاخبار والخوف والموجه نتاع الهستيريا اللي عايشين فيها تخيلوا
باش يحول الوجه نتاعها، رمات روحها من الواج، يتاكد خبر وفاتها منذ دقائق ولا ساعات، ربي يرحمها وان شاء الله يصبر عائلتها. كانت هذه البوكس نيوز مع السندريلا. نمشيو لاخبار الطرقات توتسويت مع صديقتنا ولف. اي اف ام انفو ترافيك. صباح الخير ومرحبا بكم، مازالت